السلام عليكم لالا. وعليكم السلام ورحمة الله. قول لي ساكنة انت في كوري؟ اي كوري الكوري الكوري اي علاش دخلت والدة بالفتيح ودخلت للكوري على حساب البرد كاين ليا في القيد. والكوري هجم عليك القمل؟ اي فيه بزاف ما عنديش فين نخرج حتى القيد ما لقيتو مازال ندير الاخر هذاك هزو لينا ذاك البرد اللي داز هنا القمل. انت والوليد الصغيور وحياتكم كاملة عايشة في الكوري؟ ان شاء الله. عايشة مع البهيم؟ والله العظيم زيد تشوف بعينيك. نمشي معك نشوف. الله يرحم الوالدين. خوتي مغاربة السلام عليكم. اليوم السبت 10 فبراير 2024 كانت واجد على مقربة ولاد بالرحيل، بقات لي واحد 12 كيلومتر تقريبا، اقليم تارودانت، متجه الى احد الدواوير في الجبال ديال تارودانت. تم غرابيت ديما كاينه، ما غاديش بيديا خاويا وما كنصورش هذاك الشيء اللي كندي معايا احتراما لدوك الناس، وانا ما غاديش باش ندي مساعدات ولا شي حاجه، غادي تم غرابيت. كنقولها ديما ملي كنمشيو عند شي ناس ديما كنديو في يدينا شي حاجه من غير داك الشيء اللي غادي به. شاري واحد المجموعه ديال الادويه بحكم التجربه ديالي كنطلع لهاد الدواوير ديما كاين مشاكل ديال الصدر، الناس كيكحبوا عن الحلاقم، الجروح صغيره، البنيتات الصغار كتلقى فيهم، ماشي كلهم ولكن المهم القمل راه ماشي عيب. هادشي كامل شريته وشويه ديال ليكوش، الحليب ديال الدراري الصغار، المهم تم غرابيت. انا ما كنديش مساعدات ولكن تم غرابيت. هادي غادي احد الدواوير، غنخليكم تكتشفوا اش من دوار. هاد الدوار غادي نشوفوا اللي هو ضحيه ديال الزلزال المدمر، غادي نشوفوا واش الناس عايشين وموفر لهم العيش الكريم، واش الناس عايشين عيشه مزيانه. غادي نشوفوا واش كتوصلهم المساعدات ديك 2500 درهم، كيفاش كيتوصلوا بها، واش وصلهم الفلوس، واش بداو كيبنيو المنازل ديالهم وفق المعايير المضاده للزلازل، وفق واحد الهندسه معماريه اللي كتحترم الخصوصيات ديال المنطقه. غادي نشوفوا يلاه معايا وغادي نشوفوا هاد الناس اللي في المغرب المنسي واش عايشين عيشه زوينه. الحمد لله امطار الخير طاحت البارح وبغيناها مازال تطيح اكثر، الله يعطيها لينا على قد نفع. كتعرفوا على اليمين وعلى اليسار مئات الهكتارات، إلا ما بغيت نقول آلاف الهكتارات ديال الضيعات الفلاحية ديال الليمون. الليمون اللي صدرنا به الماء ديالنا، الفرشة المائية مشات في هذه المنطقة كاملة، هذه وحدة. والثانية ملي كتشوف هاد الآلاف الهكتارات ديال الليمون، نتساءل هاد مالين هاد الفيرمات أشنو عطاو للمنطقة. كتمشي الهواره كتلقاها كرفصه، كتجي الاولاد بالرحيل، كتجي لهاد المنال الجماعات كلهم اللي فيهم هاد الفيرمات، وتقول شي جماعه كتحمر الوجه. واش هاد الناس ما كيدفعوش الضرائب؟ مع العلم ان كاين اعفاء ضريبي على اصحاب هاد الضيعات الفلاحيه، ولكن كان بامكانهم في اطار غير المواطنه ينوض يقول غنبني واحد دار الشباب وغادي نمولها وغادي ناخذها بالتمويل بالطاقم ديالها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 5 سنين ولا لديما، غندير واحد دار الثقافه، غندير واحد المستوصف ونجهزو كامل بكل شيء، حتى الطبيب حتى الفرملي حتى هذا ونتكلف به. ما كنظنش واش عندنا هاد الطينه ديال المواطنين من هذا صحاب الضيعات الفلاحيه. فين ما درتي ليه من اليسار كيبانو لك الفيرمات، البناء العشوائي، ناس بناو وما قدروش يكملوا، البنيه التحتيه متهالكه مكرفصه. الكيله بالضاله كيشكلوا خطر، وجون طريق كيبغي يقطع من الموتور مشى، من الطوموبيل يقدر يتقلب. كما قلت لكم البنيه التحتيه متهالكه، وهادو مالين هاد الضيعات الفلاحيه جمعوا الفلوس ايوا وبخير وعلى خير، وحنا ضيعنا الفرشه المائيه ديال هاد المنطقه كامله. شوف الليمون يمينا ويسارا، صدروا الماء ديالنا.
هما الفقر. العمال اللي كاينين تاهما الاغلبيه اللي كنتكلم معهم الفقر. فين كاين المشكل؟ ان اصحاب الضيعات الفلاحيه داروا الفلوس في الجيب وبخير وعلى خير. شو هذا كي تحيد الشجره، شو كيلومترات وانا غادي الليمون يمينا ويسارا. الليمون هانتوما كيلومترات، والدور الجهه الاخرى الليمون، وكاينين ضيعات فلاحيات تحداهم الليمون يلا غارسينو، يعني مازال معولين يحلبوا الفرشه المائيه. ما خديناش الدروس من الجفاف اللي كنعيشوه واللي غادي يعيشوه الاجيال الجايه، لان واخا طيح الشتا حتى شهرين متابعه الفرشه المائيه باش تعاود ترجع للاصل ديالها بو صعيب بزاف عام، ولكن خاصها على الاقل على الاقل واحد 25 عام، 25 عام ديال الامطار منتظمه ودخل الفرشه المائيه وزيد وزيد 25 عام. ها انتم شو الليمون اش داير؟ وليسر حتى هو، شوف الاشجار الليمون كنصدروا الماء. واحد القضيه البرلمانيين ديال هاد المنطقه هادي، منهم الحسن السعدي، لا نحيدو الحسن السعدي لان مع احترامي ليه كيدير بحال داك البيروكي ديال اخ النوشي كيمدح فيه، المهم ولي نعمتيه. غندوي على سي عبد الصمد قيوح، غادي ندوي على واحد العدد ديال البرلمانيين ديال المنطقه، من زعما واش كيهمكم الفرشه المائيه، كيهمكم مستقبل الاجيال اللي جايه، كتهمكم هذه المنطقه هذه؟ هنا في خصكم ترافعوا باش هاد الاشجار الليمون تحيد ودار شي زراعه بديله وشي حاجه اللي غادي تحافظ على الفرشه المائيه. هذا غير واحد التساؤل ديالي الى ممثلي الشعب. الدرك الملكي كونترول، واحد الكادي كيديرها واقفه، واحد لافيراي متنقله هاهي في اليسار. وعليكم السلام سيدي، لاباس بخير؟ نعم؟ لا كرفان هادي. أيه شكرا سيدي الله يعاونكم. سلام. سماي ناس احترافيا ومرة أخرى تحية للدرك الملكي رجالا ونساء وإلى كل قوات الامن في بلادنا اللي كتحافظ على الامن ديال هذا البلد. الامين ولاد برحيل ساكنة ديال ولاد برحيل. أغلبية ديال الناس اللي ساكنين في هاد الجبال كيجيو لهنايا لولاد برحيل، إلا بغاو الفارماسي، إلا بغاو الطبيب، إلا بغاو أي حاجة كيجيو لهنايا ولاد برحيل. هادي ولاد برحيل والبنية التحتية، نتوما شوفو واحد الدار مفهمتهاش اش واقع عليها، دار نزلات ودات معاها مفهومش هادشي. المهم انا شوفو البنية التحتية كي دايرة، انا غير دايز من هنا، واحد الكابل ما عنديهاش طايح في الارض.
واحد المجرى ديال شي واد صغير كيلوحوا فيه الزبل، الهوايه المفضله عندنا في المغرب. كنتسناو امطار الخير تجي ودي داكشي. عجيبه هذه اولاد برحيل. الى خرجنا من الشارع الرئيسي ودخلنا لهاد الدروبه ما كاينش قدرون واحد، ما كاينش تروطوار واحد، هادشي غير قطيره ديال الشتاء. ما كون تحت الشتاء واحد 15 يوم كون فرقوا عليهم الفليك والمايوات. شو العلكه ولاد برحيل اللي فيها الاف الهكتارات ديال الليمون، ضيعه الفلاحيه اللي كتصدر الليمون للخارج. ماشي ولاد برحيل الناس، ولكن شوف حاويه ديال الازباريخ الريحه كي دايره. شو العلكه الى مشيت طول طريق اولوز، وهنا الى درت على اليسار طريق تيزي تيست. جبل على اليمين طاح فيه الثلج، راه هو في القمة ديالو. إذا كتشوفوه نحاول نزومي، راه هاد المنازل اللي هما موبيل هوم شتهم مازال مسكن فيهم حد. هنا واحد المجموعة ديال القياطن تكرفسو، ولكن هما مازال خاويين. ولي موبيل هوم شوفوا هنايا، راه المئات ديال لي موبيل هوم هنايا، والقياطن بجنبات الطريق. وهنا هانتوما راه مازال كيبنيو فيهم، مازال كيصاوبوا المدينة هذه هنايا. مدينة، شوف شوف تبارك الله تبارك الله. وكيدوزو الطريق، كيدوزو شنو المشاريع ديال الدولة الله أعلم، ولكن هادشي كبير نيت. غادي ندخل تا فنقولت ونشوف واش باقي الخدمات. أي يعني الله دويت عليهم ديال القوات المسلحة الملكية، ها واحد السيتيرنا، واش باقى الوقاية المدنية، واش باقي كلشي مجموع. شي بدويرة هنايا حدا الجماعة، الناس ديال المياه والغابات هما هنايا. غادي نشوفو واحد القضية عرفتو المرة الأخرى فاش دزت، عيطو عليا مواطنين وقالوا لي راه الناس ديال القوات المسلحة الملكية راه كينقيو ديك الدنيا. الصراحة تحياتي ليهم، تحياتي لهم الناس في المستوى، ما عندي ما نقول. العسكر هادوك هنا شي مؤسسة تعليمية، الفضيلة الثانوية التأهيلية جيل المستقبل. تاكسيات بدا كاينين، المستشفى الميداني العسكري، الوقاية المدنية، المستشفى الميداني العسكري. نشوفو واش باقيين خدامين ولا لا. باقيين خدامين، ها سيارات إسعاف، القياطان، كل شيء باقي كاين. تقديم الخدمات الصحية، المستشفى العسكري الجراحي الميداني،
ثاني. الطاكسيات اللي كيطلعوا مختلف الدواوير، الاغلبيه ديالهم طلبه ملي كيتسناو. على بركه الله غنبداو طالعين في هاد الجبال هادو في اتجاه تيزي تاست، وانا غادي في الطريق وغادي نشوفوا الحاله ديال الطريق كي دايره، واش خرجت ليها ميزانيه، واش بداو الاصلاح ديال هاد الطريق 5 شهور من بعد الزلزال. هاد الحائط الوقائي شوف باقي كل شيء طايح. قبل ما نكمل طريقي غادي ندخل لدوار تاجكالت، هنا اللي الفيديوهات ديالو كانوا انتشروا بواحد الشكل، لان تقريبا الدوار كله تمحق، كل شيء راب، العشرات من الوفيات الله يرحمهم في هذا النهار. كتبان لي شي حاجه زوينه دارت هنايا، بلاتي نزيد شويه لقدام ونشوفو. شوفوا على اليسار هنا شي جمعيه، هادي شحال ديال لي موبيل هوم هنايا، مكتوب عليها بيك شو الحذاء الكبير. السلام عليكم. بخير خويا. هادو سكنوا فيهم الناس ولا مازال؟ كاينين اللي ساكنين ياك. الناس ديال الدوار جابوهم هنايا. شي جمعيه هادي؟ شي جمعيه؟ بيك شو المانيا، هما اللي جاو هنا داروا هادشي. تبارك الله، الله يعاونكم خويا. جمعيه المانيا كي كتسمعوا. الناس هادو ساكنين هنايا على الاقل احسن من القياطن. جمعية المانيا، غنزيدو لقدام. الطيور اللي غادي يطيحو مشقوقين، زعما قيسهم وينزلو الارض يطيحو. شتم مازال ما ريبوهم، ما دارو حتى حاجة حماية غير المواطنين. القياطن القياطن شويه ديال امطار الخير اللي طاحوا تحبسات الطريق بالغيس وما بقاتش الدواوير الاخرين. يعني نهار طاحت الشتاء، نهار واحد هاد الطريق تحبسات. باقي الناس القياطن في هذه المنطقه، وكاينين اللي مشاو لي موبيلون اللي جابت هذيك الجمعيه الالمانيه. لكن مساكن الناس الفقر، الفقر ديال بصح الله يعاونهم. شوفوا الجمال ديال الطبيعة عافاكم في الطريق ديال تيزي تاست. كتعرفوا باقي الأحجار في جانبات الطريق، ما جمعوهم حتى حاجة، ديكاجاو الطريق وخلاو اللي بقى كله تما، وحتى داك المجاري ديال الماء مبوشين كلهم بالحجر والتراب، على الاقل غير ينقيوهم باش الى جات الشتاء ما تعمرش على الكودرون. شوف الطبيعه شحال زوينه عندنا في
في المغرب. الروعة. الليل يكون شي واحد نازل من هنايا يجي فيها نيشان. الله يحفظ. شو الجنبات كلشي طايح. شوفوا الالتيتود العلو على سطح البحر فين واصلين السحاب. قربنا عليه باش تعرفوا هنايا بتيزي تاست عالي بزاف. الجنبات ديال الطريق باقي مكرفسين. وزارة التجهيز غايبة. شو جنبات الطريق، شو الحافة فين كاينة. حطوا هادو صفرين ما هما كيعكسوا الضوء من حتى حاجة، خلاو الدنيا بحال هكاك باش تلعب الجي عاد غيصوبو الدنيا ولا اش كيتسناو. هذا الدوار شافرني، هاد السمية عجيبة عجبتني داك النهار بوستيتها. دوار شافرني شابيتو كبير لتقديم الخدمات للمواطنين. حيدوا كل شيء هذا الشيء. وباقين بعض الدواوير شوفوا بحال هذا تمحى من هنا. الساكنة ماشي غير هاد الدوار، عدد من الدواوير كلهم تمحاو. شوفوا الاخر تحت هو ساكنة كاينين في دوك القياطن اللي تما، وكيبانوا ليا حتى بناو شي حاجة. غادي نمشي نقرب من ليه ونعرف اش كاين. لا وانتوما كلشي بخير؟ الحمد لله. الصحة الله يبارك فيك. كي درتو مع هاد البرد؟ شدي شوية شوية طاحت شوية الشتا البارح؟ كاين الشتا ياك؟ كاين الشتا. ساكن في الدوار لهيه؟ هنا نيت القيطون؟ القيطون. كي درتو مع البرد؟ كاين البرد هنا ياك؟ راه كاين. لا شي كاين البرد. ضركم شويه السمرين؟ اي بزاف. كاين الشمر هنا كاين الشمر. جاتك هذيك المساعده ديال 2500 درهم كنت تاخذها؟ هذيك 2500 درهم اللي كيعطيو اللي عطات الدوله. اي شويه كتوصلك؟ اي شويه. مزيان. فين كتجيبها؟ فين كتاخذها؟ هنا نيت. مزيان في شافرني. ياش مزيان. الله يسهل عليكم. يا مياش مازال ما قالوا لكم واش غتبني ولا ما تبني واش ولا شي حاجه؟ لا ما جا. الدوار ديالنا الفوق. وكي غادي غتمشي على رجليك حتى لتما؟ لا
ولا فاش؟ بعد 1000 ايه مركب الله يسهل عليك. اميناش والدراري مات لك مرتك؟ اياش يا وبنتك حتى هي؟ حتى البنت والدراري. كل شيء مات لك؟ مات لي. الله يرحمك. الله يرحمهم. الله يرحمهم مساكن. والله يصبرك. الله يصبرك يا خويا. يا اميناش الله يرحمك. فين نوصلك؟ دابا بقيتي بوحدك؟ واش جوج الهيل ولا لا؟ انا غنقربك البيست اللي غادي تمشي ليها. لا مش راه راسها. الله يرحم بعدا دوك الناس اللي ماتوا. الله يرحمهم. الله يرحمهم. والله يصبرك. الله يرحم والديناش. امين. عرفتوا هذه المنطقه البرد ديال ايفران؟ ولكن الناس مساكن باقيين في القياطه. نشوف باقيين في القياطه كاملين. هذه الوحده ديال النهار وكاينه 7 ديال الدرجات. يعني في الليل اش غادي يكون هنايا؟ في الليل اش غادي يكون؟ السم ديال البرد والقيطون. واو الله يحسن عوان الناس. شحال من مانطا كدير اشريف؟ يمكن الكواش. الكواش كتحط واقيلا واحد 10 الكواش يلاه تنعس بالليل من البرد. لا لا جوج ثلاثه. جوج ثلاثه واش حيت ما كاينش الكواش ولا كافيين؟ عندك انت الكواش موجودين؟ شويه وكيضرك السمر في القيطون في الليل؟ لا كيضر لنا السمر. علاش جيتي لدوار شافرني؟ دوار شافرني علاش جيتي ليه؟ ايوا جيت شي غرض. قضيتي شي غرض؟ مزيان. جيتي غير في الاوتوستوب؟ كطلب الناس باش وصلتي لتما؟ ايه على الطريق. ها هو الطريق هذا هو الطريق. الطبيعة زوينة بزاف. بلادنا الروعة. جبال تيزي تاست. كتعيش دابا؟ مع من عايش؟ شويه نعيش غير غير بوحدك؟ يا مني وشكون اللي كيطيب ليك وشكون؟ المرا تحليت الدار مات. المرا ماتت الوليدات ماتوا كاملين؟ مات. ما بقى عندك حتى وليد؟ تحت؟ لا بقى واحد. بقى واحد؟ يا واحد. الله يخليه لك. الله يخليه لك. هو مع من عايش دابا؟ ايوا العيش غير بلاصه. عرفتو السيد نزلتو في لوطوستوب؟ مسكين راجل كبير سن فقد العائلة كاملة. كي غتكون النفسية ديالو ماديا انتوما سمعتو حتى المنطات عندو ثلاثة. أنا كنقول لكم السم ديال البرد كاين هنايا ويعاني في الليل من البرد. غادي نتوكل على الله ونعطيه شي حاجات نوصل لك شي الدوار الى قدرت لان لا بيست ما عرفتش كيفاش غندير بها الطوموبيل ولكن غادي يكون خير ما نخليوش بلاش. انا وقفت في واحد المنطقه رائعه. الطبيعه زوينه بزاف والماء تبارك الله. وغنتغدى هنايا
وتلاقيت معايا اخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير خويا. سميت هذه البلاصه هذه امدرس. امدرس جماعه تيزينتس. اييه الروعه. الروعه الحمد لله. طبيعه. كاين شي ثلج ولا لا؟ كاين شويه الفوق. فوق ياك؟ تخير. كي دايرين؟ كي دايره الامور؟ انتوا كلوا على الله. واش شي طاجين صوبوه لينا من قاد؟ تبارك الله. ديال تيزينتس ياك؟ يا بسم الله. بسم الله على بركة الله. على بركة الله. عرفتوا هذا الماء ماشي بارد، مقلاصي حتى قريب الثلج. يديك ما تقدرش تخليهم اكثر من واقيلا واحد ال 15 ثانية ولا شنو. ها هو فين نازل. هنا كيبيعوا العشوب والقرقاع واللوز ديال هذه المنطقة ديال تيزينتس. غادي نشري من عندهم، نشجعوا الاقتصاد المحلي وفي نفس الوقت ندي معايا للدار. السلام عليكم خويا. اشنو هو هذا؟ الزعتر ديال هنايا ياك؟ اه الزعتره. ايوا اعطيني جوج زعتر جوج زعتره. شحال كتبيعهم عافاك؟ 4 دراهم لا 4 دراهم. اه زيدني بلاتي. شوف دير لي خمسة من الحاجة هاكا، خمسة زعتر، خمسة زعيطرة، خمسة ديال الشيح. والسيد الآخر نشريو من عنده حتى هو باش كل واحد يترزق شي شوية. ياك ديال المنطقة هنايا؟ الله يسهل عليك. كي دايرة الحركة؟ مزيان شوية؟ ياك؟ الله يعاونكم. هذا دابا شنو؟ هذا الشيح. إيه. وعطيتيني الشيح تما. إيه. شنو الفرق بين هذا والاخر؟ لا فيها هذا مشيش هذا لا. مازال ما تساس. إيه. وازير؟ ازير. اها. الزعتر. اها. يلا اعطيني شويه شويه شويه. يلا. السلام عليكم خويا. لاباس؟ كل شيء بخير؟ الله يطول عمرك. شحال داير القرقاع؟ 360. اه؟ 360. يلا سيدي. اعطيني واحد الخمسه ديال الخنشات. ديال الخنشات؟ اه. اعطيني خمسه. وهذا الشيء اللي عندك اعطيني جوج من الحاجه ولا ثلاثه من الحاجه واخا؟ يعجبك انا. اه؟ سير اسيدي يلا شي على شي وصوب داك الشيء زوين وصافي. يلا. يا كل شيء هذا الشيء محلي، ما كاينش شي حاجه ديال شي بلاصه اخرى. صافي اسيدي يلا. اوكي. ايوا دابا انت وهاد السيد اللي كاينين صافي. صافي. جوج محلات. كي درتو مع الزلزال؟ كي درتو مع الزلزال؟ السلامة يا الله شي من هاد الشيء. الله يصاوب. صرح شي. اه. كل واحد. حناكو؟ حناكو. شناهو هاد؟ علاش كيصلاح؟ يرقد ديال المعدة، كيدير في أتاي، ما كيدير هو في أتاي. أتاي. خاص المعدة. المعدة اللي كيقولوا ما حنا. انتوا كلوا على الله. انتوا كلوا على الله. وينيه شويه ديال المغرب حاجة. وخصني نقيد هادشي لأن واقيلا في الدار ما غاديش يعرفوا كل حاجة علاش كتصلاح. بلاتي يجيبوا ريقة وستيلو. ها هي كاينة وقيلا. يالله وقيد لي عافاك كل حاجة علاش كتصلاح. باش ما نديش لهم كل شيء ومن بعد ما يعرفوش شناهو. ياك. ودابا مني غادي نخلص أنا بغيت نعطيكم شي حاجات. اييه عندي في الطوموبيل شي بركه. والدينا والديك خويا. الطريق شو الحجر، واش هادشي طاح جديد ولا قديم؟ الله اعلم. ولكن الطريق مكرفصه. حتى حاجه ما تصاوبات. سرحوا الطريق وخلاوه هكاك. خطير الله يحفظ. هما الجنبات عرفتوا شي صخر خصو والو يطيح ويطيح على هنايا. الله يحفظ يطيح على شي طوموبيل ولا على الناس كيتمشاو. غير الله يحفظ الجميع وصافي. ما فهمتش كيفاش الدولة خلات هادشي هكا.
هي خليتها هذه 5 شهور بقات غير كتعيا باش هادشي ما قدروش يسرحوه ويجمعوه يديروا شي شبيك داك الغليظ بحال اللي كيديروا في لي زوطوروت باش الصخر ما يطيحش على الناس. الطريق باقا دايره شوف هادي راه طريق وطنيه يا حسره هاد القهوة اللي غادي نوقف فيها عاوتاني غير نسلم على السيد ولات معروفة عالميا السيد اللي مولاها عندك فلوس كولو شرب ما عندكش كولو شرب ما عندوش مشكل جاو قنوات من بعد الزلزال قنوات دولية وصوروا معاه الطيبوبة ديال هاد السيد والناس كيتعاونوا معاه اللي دايز هنا واللي يا مات الزلزال خرج الماتيريال ديالو وكيقول للناس اللي بغى اتاي اللي بغى يشرب اللي بغى ياكل فابور بالمجان كل شرب وزيد في حالاتك. شوف الطيبوبه ديال هاد السيد وديال الناس ديال المنطقه. السلام عليكم كي داير؟ كلشي بخير؟ مازال هادشي ما صوبوه ما حلقوا عليه ما قادو والو ما كاين والو ياك الله يصوب. والقهوه دابا هنايا فين درتيها؟ دابا حنا ماشي قهوه حنا دابا هادشي درنا غير صحابنا اللي جاو اللي جاي يسول علينا ماشي على حساب البيع ولا شراء ولا اللي جاي يسول وصافي اللي جاي يسول خصك تعطيه واحد شويه ديال الوقت وتعطيه حيت ما كانش فين يشرب واحد الكاس ديال اتاي ولا واحد الكاس ديال القهوه راه هما الانسان هكا وهكا هكا وهكا طاحت شويه الشتا الحمد لله كاين شي البارح ياك البارح كاين مع العصر كاين الشتاء حتى ل 12 ديال الليل الحمد لله تبارك الله الحمد لله الحمد لله هنا ما صلحوا ما داروا تاع باقي داكشي كما كان كما هو لا كما ياك والو حتى حاجه ما تبدلات وصلك داك الدعم 2500 درهم كاين عندي الدعم ديال الدار ديال الدار كاين هنايا هادشي باقي هو هو ما عيب شويه ينزل هادشي وعلى الاقل كانوا يكرطوا هذا الشيء ولا شي حاجه لا حنا دابا يلا خدينا دابا رسمتو يلا دابا شديت الخدام يلا دابا نتلاقيت مع واحد جوج موات مهودين شديتهم بعدا كان غير خرج حوايجي بعدا كاين راه مازال ما حوايجك باقيين تما اخي راه واحد الجروب الكتروجين فراشه كل شيء كاين خصنا ندوزو لتحت باش نشوف شويه مزيان ياك دابا ما قالوا لك لا غادي نريبو هادشي ويتعاود ولا حتى حاجه ما عندك والو حتى شي اخبار والو شحال ديال الناس كانوا ماتوا هنايا قلت لي واحد النصراني ثلاثه ديال الناس اللي توفاو واحد البنت هي وبنت واحد المراه هي بنتها مرا وبنتها واحد نصراني بريطاني بريطاني هو وراجلها بخير وعلى خير خرج مزيان مسكين شوف الفراش شوف البسكليطه راه هي بنت اييه كي غادير هادشي راه خصك البوكلان اللي خاص البوكلان جامي نزلها هنايا على الاقل كانوا يجيو عندك ويلقاو حلول وهذا باش هذا الشيء يتصاوب ما قالوا لك لا تقدر تبني لا تقدر دير لا حتى حاجه دابا حتى واحد ما وصل دابا حاليا مازال ما كاين حتى حتى حل مازال ما كاين حتى واحد ما وصلك حتى واحد ما دوى معاك حتى واحد الله يسهل عليك هذه الطريق منين جيت لعندك دابا هذيك الطريق فاش طلعتي غادي تدوز لعادك كرونفير راهي تدوز من تما لهنا هذاك الانجليزي واش مات في البلاصه؟ لا خرجناه انا وولدي خرجناه فاش يلاه ضرب الزلزال؟ لا 12 الليل تقريبا مازال كيتحرك حنا كنهربوا اه
حنا باش نخطفوه وهنا خرجتيه خرجتو ونخرجو ميت كان جبنا واحد تينا تما ما كاينش باش يتغطى مع البرد ما عندنا باش يتغطى كان ميت ولا لا لا كان حي حتى 4 الصباح بقى مسكين محطوط تما حتى 4 الصباح لا المخ ديالو كيخرج في الراس ما كانوا لا اسعافات لا ولا ديك الساعه الزلزال طريقه 3 ايام والمراه وبنتها المراه وبنتها هي ماتوا هذوك في البلاصه راجلها خرجناه بخير وعلى خير ما به والو خرجنا من تحت جوج طلعت خرجنا هو خرجنا طلعته الفوق النصراني خرجته حطيته تما غطيته بواحد يجي يكشي لي واحد الجوكه ديالي اللي هي اللي باقيه اييه نحتو عليه وحتى 4 الصباح ومات مسكين جات عند جات بمرته وجات بنته ياك جاو لعندك جاو هنايا جابوا الصحافه ديالهم حتى صافوا هادشي ما عرفتش داك الشيء اللي وجاو عندك الصحافه الدوليه جات الصحافه الفرنسيه عالميه كاع جات الصحافه ديال العالم جاو هنا جاو ديال كندا جاو ديال انجلترا جاو ديال فرنسا ديال بلجيكا تبارك الله كلشي جاو الكرم ديالك هو اللي سابقك هو اللي دار لك واحد السمعه ديالك معروفه في المنطقه اللي عنده اللي انا عقلت في الزلزال الله يخلي لي دست هنايا وكتقول لي ها اتاي ها كل شرب سير بحالاتك هادشي عادي وهادشي طبيعتنا حنا الحمد لله هادشي انت مغربي ياك حنا تحلقنا هكا وخصنا نبقاو هكا حيت انا لقيت الوالد ديالي عنده 125 سنه ولقيت ما عمرنا ملي انا صغير في ولادو ما عمرني كليناها بوحدنا ياك في دار ديالنا الحمد لله الحمد لله والله مسهل وميسر لا هذاك الشيء ديال الله هذاك الشيء راه غادي يجي اللي فشق ديال شي واحد راه غادي يجي هو ما عارفش من ليد فاش غادي يطيح بصح راه كيجي على واحد ليد ديال واحد البشر والله يجعل سيدي ربي باش الرزق ديالنا يطيح في الحنين الحمد لله في الكريم حيت الا طاح لي في شويه صعيب راه كتكون شويه الدنيا قاسحه ولكن الحمد لله كل شيء غادي هادشي ان شاء الله غادي يكون كل شيء مزيان ان شاء الله الا بغى ربي الا بغى ربي راه كل شيء غادي ان شاء الله ان شاء الله هادشي مزيان ان شاء الله وكنطلب الله غير يجيب لنا شويه ديال الرحمه ويخلينا هكا حيت الا بقينا هكا راه ما عمرنا نتخسروا معلوم ما عمرنا هادشي اللي فينا وهاد الدم ديالنا اللي فينا هكا فهمتيني وهاد الحنان اللي كاين بيناتنا وكنضحكوا بيناتنا وكنتفوتوا بيناتنا وكنضحكوا وكنرجعوا وما كاينش صعوبات بين 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 هذا وهذا 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 هذا شي حول هذا عرب ولا هذا كلشي بحال بحال الحمد لله كلشي بحال بحال وغادي نمشيو بعيد الا بغى ربي هاد السنزال هذا راه المغرب غادي يديه بعيد ان شاء الله الناس ما عارفينش به حيت دابا ولاو دابا هذوك اللي ما ضرب الزنزال كيقولوا لك وكن غير تربل الزنجر تضامن على هذا الدعم هذا على هذا شويه ديال اجي نقول لك في الليل دابا انا واقف معاك والسم ديال البرد في الليل اش كاين حنا دابا راه ملي كطيح الشتاء ملي كطيح الشميشه كندخلوا ما تخرجش برا ياك السم صافي غير تكون كنشعلوا العافيه كنجمع دابا العواد كتمشي المراه ولا انا كنمشيو نجيبوا العواد كنعمر واحد المجمر ديال وتجلس حداه صح في حشي اللي عندك ما عندك كيفاش الحل ما كاينش حيت دابا الحل مازال ما كاين اي انا هادشي اللي كنشوف شي الدراسه ديال شي حاجه مازال ما مطبقه صحيح دابا الناس غير كيديروا شويه 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 كيبريكوليو وحتى كلشي كل الدراسه ديال استراتيجيه ديال شي حاجه راه انا كنعرف مازال ما كاين والو شنو هذا؟ هذا واحد الذكرى ديال تيجي انت حيت هذا الشيء غادي يمشي لينا اه هذا الشيء راه ما غادي يبقاش عندنا كيفاش؟ بحال هاد البنيه هاد البنيه اللي عندنا هنايا شفتيه؟ راه ماشي ساهل باش يمشي هو هنا المهندسين اللي خصهم يأطروا الساكنه ويقولوا لهم يا ودي غتبنيو هادشي مضاد للزلازل ولكن غنحترموا هادشي هادشي اللي جاي تحترم راه خاصو واحد الاستراتيجيه ديال المعقول وراه هذيك الاستراتيجيه المعقول راه الديوان الملكي الملك البلاد قالها في بيان وقال بان غنحترموا الخصوصيات ديال المناطق يعني هادشي راه غادي يعاود يرجع باش ترجع الطبيعه كما كانت حيت دابا هادشي دابا جاو التراكس ضربوا لينا هادشي تضربه تضرب دابا هادي داري
اها هادي داري انايا. اييه هادي داري فاش شكلي ولادي فهمتيني. اه جات تضرب هادشي ولا الشعبه ما تليتي انت عارف فين كاين عندك الدار فهمتيني. حيت هادشي خلطوا الارض. لا علاش قلت لك هاد اللوكين عطاو الناس كل واحد يخوي البقعه ديالو. اها كل واحد باش يبقى عارف فين كاينه. عارف فين كاين بلادو حيت دابا هادشي مازال غايجيب لينا مشاكل ياك. اه كاين هادشي دابا ملي تخلط اسمو واحد تخل هاك واحد تخل هاك واحد تخل هاك ما جيش بالبلان هادشي فهمتيني. وملي جيتي انت تبني غتخلي ليا في ديالي وغنتخليك في ديالك وغتكون غينوض الصداع. غينوض الصداع غينوض الصداع فهمت. وكاينين ديور ديال الوراثه مشاكل كبيره. مشاكل كبيره جايه راه ماشي كاينه حاليا مشاكل كبيره كاينه حيت كاينين الديور بهادو بحال هادو معزولين معزولين كل واحد ودارو. اه. راه ماشي ولكن دابا كاينين الديور كاين واحد هنا وواحد حداه مشاركين حيط واحد. فهمتك. كيفاش غادي نخرجوه كيفاش غادي نخرجوه هاد الدوار واش ممكن لينا باش نخرجوا باقي هاد الدوار هذا يكون هكا شحال زوين. وشوف الخير ديال الله تبارك وتعالى. شوف الخير ديال الله تبارك وتعالى. اه الله يدير شي تاويل الخير. ربي الحمد لله الحمد لله. الله يدير شي تاويل الخير. الحمد لله. هذا تحدي عند المسؤولين. غنكمل طريقي. هاد السيد اللي كيتمشى على رجلو ما فهمتش فين غادي ودوبلتو قبيله شحال من كيلومتر لتحت وغادي على رجلو. يلا سيدي نهزوه. السلام عليكم. بخير يلا زيد يا بسم الله. راه دوبلتك لتحت. اه فين غادي يا خويا؟ البلاد من فيك انت؟ تيزي. لا منين جاي دابا؟ انت فين قلت؟ اه انت فين قلت؟ كانت عندك شي خدمه تما؟ كنا كنقرا. اه كتقرا؟ فاش الباك ولا فين؟ السيزيام. ونهار الجمعه كتطلع ولا السبت؟ كنطلع. وضربتي هادشي على رجليك؟ لا جايبني واحد السيد ثاني من درس. ايوا راه شفتها مني من درس لهنايا. راه غير بشويه بشويه. ياك الله يسهل عليك. واخا راه كنت نيت عندنا في الزنزانة. اييه هنايا. كتسوق لينا واحد الموطور وكتبقى الكواد. اييه صوبات شي حاجه في الدوار عندكم؟ شويه الحمد لله. شنو صوبوا لكم تما؟ رقبه على راس الناس. القدرون؟ اي لا ماشي القدرون. البيست دابا دازا. البيست. شوف شوف الطريق كي دايره. واه اش هاد التكرفيس دازا الطريق وجابني شي ديور شي سته ديال دوك دوك موبيلون استنى هيا شو الطريق كي دايره. يا 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 مكرفصه. اه مكرفصه بزاف الجنبات ديالها باقي داكشي هو هو. واش مصلح والو من الزلزال لهنايا في الطريق؟ لا والو ما كاينش اصلاحات حتى حاجه. الحجرات اللي حيدو صافي. حيدو الحجر وخلاو صافي داكشي. الطريق متقوبه مهرسه اي شتوم عندكم الداخليه لتحت. اه الداخليه كيدايره الداخليه زوينه شويه شويه. هادشي هو الماكله وداكشي كيداير ياك مزيان الماكله. ودابا امتى ترجع عاوتاني المدرسة؟ إن شاء الله. مين؟ شكون الخطاف ولا شنو؟ لا يقدر يجي لينا الترونسبور يقدر يجي. على حساب؟ على حساب. علاش هاد الطريق هادي؟ باش كان نيت كيجيب لنا كيجيب لنا السبت. شنو؟ ولكن هاد السبت راه خلاو بينا هذيك راه خص تكون تلقى واحد 15 يوم. علاش؟ علاش هاد الطريق هادي دايره بحال شي شومبرير عامر بياسات؟ علاش هادي هادشي؟ السحاب
ماتوا عندكم في الدوار؟ عندنا 15 اللي ماتوا. الله يرحمهم الله يرحمهم مساكين. مات فيه ثلاثة ياك. مجموعة 18. شحال من الكانون؟ لا شحال كانوا نتوما في الدوار؟ شحال 36 الكانون هما العائلات. اي اي الاخرين عاوتاني. تدخل مع هاد البلاصه هذه؟ تدخل مع هاد بابا طالع على هاد البلاصه هذه. والله يحفظ الله يحفظ. كتشوفوا ما كاينش لا اشارات لا صباغه في الارض لا حتى حاجه. واللي زق الفيراج بلا ما يخمم الشهاده هي الاولى، لان العلو والتحت والاخطر من هاد الشيء هو داك الكرافيت الصغير اللي كاين. يعني الا غش ديتي فران مشابك داك الكرافيت لتحت. الله يحفظك. جرب الطريق كلهم كرافيت بس ما يجيبوا شي ماكينه ويشدوا. هادشي راه ساهل. لا خلاوها بحال هكاك. شو الكرافيت في الجناب اش داير؟ فراني بجد سلك الطوموبيل. دوار اسيس ايتي بورغ ايت بوخزير. هنا كنت بالكواد وكنا هزينا الناس اللي كانوا جرحى الكروسه ديال الكواد. الا بقيتوا عاقلين كنتمنى من الله يكونوا تشافوا. كانوا في هاد الدوار هنايا 15 ديال الوفيات، دوار اخر 3. دابا كون ما هزيتكش ما عادش كنتي غتوصل للدوار. تفوت المغرب. تفوت المغرب شحال الساعة هادي؟ 3:30. 3:30 يعني 5 السوايع ولا هذا وانت غادي على رجليك. يلا توصل لهذا الشيء. يلاه يلاه نوصل. يلاه سيدي دايرين نديرو حسنة. ها واحد الدري واحد اخر واقيلا. واحد السيد تيقرا معاك. تيقرا معاك؟ انت هو جا على رجلو. ايه غير هو تيقرا في الباكر تيقرا في السيد. واش ضرب هاد التمارة كاملة تا هو؟ ما عادش خرج هو. كاملين خرجوا معاه. كاين عذاب يا اخي. عذاب. اشوف دابا انت شاب بخير. شنو المستقبل ديالك؟ شنو باغي دير؟ عندنا بزاف ديال الطموحات اللي كنبغي السعيدة ما كتنفق. ياك بحال اش الطموح اش باغي دير؟ تكون شي كبير ولا بعدا تشد ديبلوم تخدم بيه. ولكن كيما كتشوف راه خدمة ديال بصح الواقع كيهرس لك الطموح. ياك بزاف كاع. وشنو غادي واش كتخدم زعما؟ شنو غتخدم؟ شنو دابا ان شاء الله ندير شي قرات نشد شي ديبلوم ندير به شي ميكانيك ان شاء الله. ميكانيك مزيان. في هاد المنطقة نيت ولا فين زعما؟ في التحت ولا لا؟ بغي نشوف انا شي مدينة ان شاء الله. غتمشي للمدينة؟ تمشي للمدينة. ما الدوار ما عندك ما لا الدوار ما عندك ما تصور به. ما كاين مستقبل في الدوار؟ لا ما كاين مستقبل. يعني دابا واحد شي شويه خصك تمشي للمدينه صافي. ها هو صاحبك كاي شوف شكون يوصلو غتلقاها ماشي طبيعيه. السلام عليكم. يلا زيد نتحنوا. يلا
سير سيدي بسم الله. واش ما طبتيش بالمشي؟ لا. ها؟ مشينا شوي. مشينا شوي. ما تمشيتي تبارك الله. والله العظيم. ها؟ وكيبانوا ليا القياطا مازالين كاينين. وهاد البلاصة السم ديال البرد المنازل هادي السقوط كلشي باقي بحال هكا تفتحوا على راس شي واحد يقتلوا الله يحفظ. الدور المشقوقة كل شيء باقي هو هو حتى حاجة ما تزادت ما تحيدات ما والو. الدور المشقوقة مش غيطيح دابا. هاد الدار هادي هادي رابس كلها ايه كلها هادي جزئي جزئي حتى الاخرى ياك بعدا اي كلشي هادو جزئيا داروا ليهم جزئيا. واش هادي غتصلح فيها؟ غادي فيها بقى فيها ما يتصلح. هادي حتى هي جزئي جزئي كلشي هادو داروا ليهم جزئيا ما فيهم. وكي غيديروا ما ودابا انت اللي ما عنده البقعه دابا كاين الناس غيهربوا تحت داك الجبل ياك وما عندهم البقعه وغيشدوا ديك 8 د المليون اش غيديروا له؟ غيشري البقعه بجوج المليون شحال غيشيط ليه في داك الشيء؟ والو والو غيشيط ليه باش غيبني مازال ما غيبنيش غيمشي بها للمدينه. لا لا ما غيعطيوها ليه غيعطيوها ليه يمشي بها للمدينه ماشي فيها. قول لي دابا شنو المشاكل دابا خمس شهور اشنو تزاد في الدوار؟ دوار اساس اش تزاد فيه؟ والو ما تزاد. وتقول؟ وتقول عطاوكم التراخيص باش تبنيو؟ التراخيص مازال ما شديناهم. جا عندكم شي مهندسين وقالوا لكم ها كيفاش غتبنيو؟ لا والو حتى حاجه ما شفنا المهندسين. ما دوا معاكم حد ما انا حد ما جا عندنا حد يقول لينا واش تشدوا الرخص ولا الرخص مازال ما شديناهم. هذوك كاع الناس اللي اتصلوا بجوج المليون راه مازال ما جاو عندهم هاد الناس باش يديروا معاهم الحل. والو باش يجي المهندس يشوف البقعه واش صالحه للبني واش ما صالحه واللي عنده الاصلاح باش يصلح ولا ما عندو لي صلاح باش وخصو يوريك اش غتصلح خصو يوريك كيفاش غتصلح. حنا راه ما كرهناش يجيو هما لعندنا باش يقولوا لينا ودي اش كاين اش كاين باش حنا كنشوف الناس باقيين عايشين في القياطن كلشي قياطن كلشي القياطن كلشي غير البارح وكون جاب الله هزات الشتا شويه راه الناس انا غيتكرفسوا هنا. واش نقول لك دابا كاينه خمسه درجات ياك وهذه في هذه البلاصه هذه حنا دابا الربعه العشيه واقيله الربعه اش غادي يكون في الليل هنايا؟ تكون هنا تحت الصفر كله. تحت الصفر ايه راه البارح راه الناس مرضوا دابا نيتو ما كاينين الطبا كاع ما جاو كاع يصبتوا لهم الطبا والدواء وداك الشيء كلشي مريض كاين انا شنو صدر الكحبه انا اللي كنهضر معاك راه ثلاث ايام ما نايض في الفراش حتى اليوم ياك والله ما نايض ناس في الفراش وما كاين الدواء ما كاين والو وكاين حاجه ما كاينه. انا جبت معايا شي حاجه ديال الدواء شي براكه اي الله يرحمها الدراري الصغار ليكم المهم شويه ديال الدواء
الله يدير الشتا ويالخير. عندك عندك وكل عزلة مازال ما وصلنا اسميتو وقت ما جاو المسؤولين اش تيقولوا لنا كيقولوا لنا كنطلبوا عليكم. دابا المسؤولين كيطلبوا عليكم كيطلبوا علينا حنا حيت بحال ياك هما المسؤولين. لا قالوا لي كنطلبوا عند المحسنين بحال دابا الدوله كتطلب عند المحسنين بحال الا ما هذاك الشيء اللي كيقولوه هما ياك عرفت كيقولوا كيطلبوا علينا هاد الطريق. قال لك غير كنطلبوا عليكم اما الطريق ديالكم راه ما كاينه باقيين عايشين بالمحسنين. باقيين عايشين بالمحسنين كيفاش وكيفاش الدوله كتطلب المحسنين؟ ما فهمت انا ديك الساعه انا جا الباشا جا القائد اللي كان هو صيفطوه من تما تناقشنا انا وياه هنا قال لي راه هاد الشيء راه كنطلبوا عليكم. قلت له اودي حنا ما تطلب علينا الا ما عندناش الحق في الدوله الا ما عندناش الطريق الا ما غتعطينا الدوله الطريق ما تطلبوا علينا خليونا هكا نقعدوا هنا احسن. ماشي انت تقول لي طلب عليا راه انا ما طلبتك باش تطلب عليا. اجيو بانوا لي الدراري صغار كاين السم ديال البرد وغاديين غير بالصنداله بلا صباط بلا الله يرحم والديك. انت ما كتشوف هذوك اللي كيقراو عندنا في بر الله يرحم والديك كينوض هنا ثلاثه د الليل وكيمشي على رجلو يمشي للترونسبور لتحت على ود هاد الطريق هادي كيضرب 7 كيلومتر على رجلو الا ما مشى مع الطريق هنا 7 كيلومتر يمشي على 2 كيلومتر ديال الرجل وبالليل ثلاثة الصباح ثلاثة الصباح يتعرض ليه شي واحد بالليل يتعرض ليهم شي واحد ما تعرف راه لا هذا كيكونوا الدراري 10 15 وكيهبطوا مع الليل. اش غادي يقرا هاد الدراري هادي اللي فايق في ثلاثة الصباح اش غيقرا؟ تيوصلوا بالرحايل كيوصلوا هذا كيهزوا كيروحوا تما بحال الدجاجة كيتسناو هو مسكين تما إلا بطا راه غيقيدوا ليه الغياب إلا مشى في الوقت راه غيضيع في النعاس ويدير شحال من حاجه غادي يمشي للمدرسه خصو ينعس في المدرسه هذاك الشيء اللي كاين. الله يصاوب امين. اجيو هذا الشيء كله اللي غادي يطيح واش ما خفتوش شي نهار يطيح على راس شي واحد هذا الشيء؟ اييه واخا ما بقى حد يقدر يدخلها وتصور دابا غير انت دايز من هنا وين طيح عليك هذا الحيط. لا ملي اسميتو راه ما بقاش كيتسوق لشي واحد ولا يتنبي. اييه ولكن هادشي راه يقدر يطيح للدراري الصغار كيلعبوا ويقدر اييه راه داكشي كلشي داكشي كنهضروا عليه ولكن شكون اللي غيسمع ليك؟ على الاقل بعدا خص شي مادري ولا شي حاجه باش يكالي وهذا الفوق باش ما يطيحش. واحد ما يسمعك داكشي خصو يطيح داكشي خصو يحيدوا لوزاره الاوقاف داكشي وزاره الاوقاف. هذا مخيم اللاجئين. أيه. اللاجئين في الدوار ديالكم. باقي لقيتو قدام تما. اه رجع بلا قلت لك ما كانت ما تحت الثلج وكون تحت الثلج. اه ولا يكون اسميتو الناس غير اه الا كان الثلج كون مشيتو ولا غير الشتا ولا تيتكرسوا بالله. الماكله اللي جايبه السيده اللبهايم. اييه جايبه اللبهايم. اه حيت انا الا خطات الثاني بالكسيبه اش غادير؟ والو. اه والو هذا حنا داك الشيء هو المعيشه ديالنا هنا. كي كنشوف عدد من الديور راه خطير. هادشي شوف ليه شوف كامل خطير غير ولادكم كيلعبوا هنا ينزل عليه ماتوا. هادشي كامل خطير قالوا لك جزئيا عندك اصلاح اش غتصلح لحد الان واش هادي غتصلح؟ ها راه ما تصلح هذيك الاخرى راه ما تصلح الا دخلتي الوسط ديال الدار غتصدم اش غتصلح فيها؟ السلام عليكم. ها لا ممكن يا بسم الله يا بسم الله. هنا شنو كاين؟ هذا ديالينين. اه كاين اللي راه نفس ما فيهش شرجم. لا كاينين هنايا تنديرو فيها الخبز. اييه هذا هي هذه هي الكوزينه. كوزينه ديال الروم. اه داكشي اللي هاي الا كان ثلج مشى كلشي. ايوا الله ما كان ثلج. اه حطينا فيها غير سميتو شويه هاد البطاطا وشويه ديال اه شي واحد كينعس تما. لا ايه كان عس في واحد الدري. هذا كينعسو في داكشي كيسخن وياه في الليل لا كلاص. اجيو الدوش. هذا هو الدوش. اجي الا بغيتو الدوش واش كديرو؟ شويه الماء سخون ولا فين؟ هنايا.
هذا هو الدوش ديالكم، دوش جماعي ولا كيفاش؟ كلشي كيدخل هنا يدوش؟ ايه تجلس تما و هنا راه الا جلستي دوش في هذا البرد مشيتي المراحيض ما كاينينش. ها الخلا العيالات كلشي هذا العيالات كلشي تنوض بكري بدون بكري ماشي تنوض بكري تمشي للواد ولا تمشي للتيسار قبل ما ينوضوا اش هادشي هنا قياطن اخرين عاوتاني دابا الدوار كله في هاد القياطن هادو اليونيسيف كاع طلبوا الله الشمس الناس كيطلبوا الله الشتا حنا كنطلبوا الشمس حيت حنا راه ما نفعنا حنا ما نفعنا الشتا لا الشتا لا البرد لا البرد لا كاينين عندنا حنا في مشيتو ديالنا ها هو فين محطوط حاشيو الناس محراتو محراتو المهم القراب كلهم الله بسم الله هاك تشوف الحالة الريحة ديال داك البي في سي عاطية الريحة ديال سميتو مازال دابا راه قلنا لك دابا مازال شوية واش تسناو حتى للصيف كيفاش غيعيش بنادم لا الصيف ما تقدروش ودابا في البرد حتى هو راه ما تقدروش احنا حنا هادشي كنشوفو المسؤولين بحال كاع لما ما وقعت شي حاجه بحال الله يحفظ الله يحفظ الله يسهل عليكم الله يعاونك امين اودي هذا غيعاون ربي يكرم عيالنا يا ربي يعاون كل الجانب امين الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم جوج ديال النعجات دجاج حجلات جوج معزه هذا دابا ديال شي عائله ولا ديال شكون هاد شويه راس مالو هادشي راس مالو هي شي ثلاثه الناس اللي مجموعين هنايا في هذا دابا ثلاثه الناس هنايا كون قلتوها ليا كنت جبت لكم واحد العشرة دجاجات ولا شي حاجه من روميين ومزيد من القياطن الدنيا مكرفصه لا السلام عليكم بخير لالا كي دايرين كلشي لاباس صحابي خير عايشه بوحدك هنا الله يصاوب الله يصاوب كي دايره امورك بعدا بخير مسرى مسرى الامور ديالها مسكينه متابعه الوقت عندك شي بهيمات شي حاجه ما عندها لا ما عندها وباش كتعيش عايشه كتسلك عندها واحد كتسلك عندها ولدها فين كاين مرات كيخدم دار مره خدام مره خدام كيصيفط لها قاعدك 50000 ريال وقطعوها علاش؟ حيت عندها المشكل كان عندها المشكل في النمره تبلوكات لها النمره ايوا وما تلاش كيصيفطوا لها ياك الدار طاحت لها الدار طاحت الدار طاحت لها هذيك هي الفوقانيه في الدوار الله يصاوب الله يصاوب دابا هاد الدوار هنايا الجور كلهم مشقوقين غير صالحين باش يسكن فيهم شي واحد هما اللي هم كلشي ولا الاصلاح لا ما ساكنه الاصلاح ولا كلشي هبط للقياطن شو القياطن وراه البرد السم ديال البرد ما عرفتش الناس كيفاش عايشين ها القياطن عاوتاني اشنو؟ الاصلاح هذه هذه غتصلحها باش من هاد المعين هادي صافي هادي خصها تراكس وتعاود هادي داروا ليه 8 د المنان هادي الاصلاح
هادي اصلاح هادي اصلاح هادي كامل بحال هادي في الدوار غير اللي اصلاح كامل الدوار هادي 8 مليون شوفوا معايا واحد الدوار اخرى هو ايت بوخزير شوف كله قياطن تاعو كله قياطن وشوفوا معايا السحاب السم ديال البرد وهادي غير العشيه بلاتي المغرب تجي وتشوف البرد كي داير اشنو ماشي برد هادشي هذا ماشي برد شتي هذا انا لابس جاكيطه ديال الثلج زعما والصداع لا لا داو استاد الا كاين اسميتو لا كاين البرد لا خرجتي في الدار بالله ياه لا خرجتي هنا بالله ها اجي كيفاش كتشعلوا كديروا الحطب واش كديروا وسط القيطون وكيفاش كديروا باش تسخنوا؟ اجي قالوا لي شي دوار البارح في الليل كانت الشتا وطاحت شي حجره على شي قيطون مات واحد. مول الديخ. ياك. هذوك الناس هذاك خدام مع هذوك الناس اللي كيركبوا بحال هذوك الديور. طاحت عليه حجره في القيطون مات في القيطون ديالو. لا لا هما دايرين اللي قلتو فواحد البراج تما كيصوبوا فيه السلعه كركبوا فيه بحال هذاك ونزلات حجر صخره نزلات ديك الصخره وجغاتو تما وشي كاميو حتى هو ضرباتو حجره نزلت عليه السيد مسكين بقى مليوح هنايا شحال مجروح واجي دابا قولوا لي شنو الامال ديالكم شنو زعما غدا شنو كتمنوا ما عرفت انا شنو غديروا اش غديروا دابا ما عندنا ما نديرو حنا كون عندنا ما نديرو كرة الماء اه كون حنا عندنا ما نديرو كون عندنا شي حاجة باش نديرو حنا كاع ما نتسناو شي واحد غنديرو بنوصلا يعني مستسلمين ما عندك مستسلمين ما عندنا ما نديرو حنا إلا نصبرو القدر ديال الله واحد القضية الصندالة يا صاحبي ما جاكش البرد واش غدير إلا كاع سميتو ويلي شوف 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 الإخوان أكو شي صنادل حنا ولفنا ولفنا وأنا جايب داك الشيء الثلج البرد ناري مقال حنا ولفنا أنا الدجاج الرومي أنايا صافي عايشين مع البرد أه صافي يا هلك يا قاصح كلكم مرادة صاحبي كلشي صدر كلشي كلشي والدراري صغار كلشي كلشي مريض كلشي سميتو كتمشي كاع تما للجماعة اش كي سميتو كتقول ليه دوز ليا ولا شي حاجة كاع ما كيلبسو قريب يعطيوك دوري بران ولا يعطيوك شي روميسين ولا يعطيوك شي حاجة صافي سير بحالك صافي سير بحالك ما كاينش الطبيب تما كاين الفرملي كاينين ثلاثة الطباب اللي كاينين تما ولكن فاش من الجماعة سافرني 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 سلام خويا لاباس عليك لله كي داير شحال في عمرك اخويا 17 عام شنو كدير في الحياه هو جالس جالس شنو المستقبل ديالك اش غدير كيفاش كيبان لك المستقبل غتبقى في الدوار ولا غتمشي ولا غدير شي مشروع هنا شنو التفكير عندك واقف حصلتي حصل ما عندوش المستقبل اه ما كيفكرش المستقبل ديالو يعني. اه كيفكر هو هاد اللحظه فاش عايش صافي صافي وكاين 17 عام خصنا يكون عندنا احلام ماشي احلام البنت احلام كنحلموا بمستقبل زوين غادي ما عرفتش اش غندير غدا كيفاش غادي نكبر خدمه كيفاش غنوصل شي حاجه زوينه نتزوج وليدات واش غتبقى هنا في الدوار ولا غادي غادي نمشي غتمشي من الدوار اه فين المدينه اه وكاين المدينه شنو غتقدر دير تما شي بشرى ولا شي حاجه ما عرفتش عندك شي واحد في العائله غتمشي عنده ولا راسك ياك يعني اللي بقى هنا في الدوار ما كاينش ما كاين والو الرحله للمدينه اه الله يسهل الشيء اللي كتشوف هنايا راه ماشي اللي بين المدينه قليل اللي اصحاب المدينه ياك تقد ديال هذاك راه طلع وكشي في الدار البيضاء شي في الدار كل واحد فين زاد صحابك واش حنا عايشين هنا راه عايشين هنا وحنا دايرين فيه بحال واش كتخليو غير العيالات هنا وليداتكم صغار سميتو الدراري الصغار صافي يكبر شويه خصو يزيد في حالاته من عام دور 14 عام 15 عام كاين شي حاجه لا ما عنده شي اللي عنده شي كسيبه ولا يبقى الله يسهل عليكم اخويا هادي دابا
اصلاح جزئي هذه ولا شنو؟ اصلاح جزئي. جزئي نشوف الفوق هذه غير الله يحفظ لما طيح على راس شي واحد. هذه الدار مشات. هذه مشات هذه. ها كل شيء مشى الدار مشات هذه. الحوايج ديال الناس داكشي واخا شتي في برا قلت لي راه هادي باقي صالحه راه الا دخلتي للداخل تشوف لا 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 اكثر من هادي. خمس شهور من بعد بقى امور كيما النهار الاول. الله يحفظ لما يطيح على راس شي واحد هادشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بخير الحمد لله. كي دايرين؟ امورك الحمد. ضربت دار لا حد مشات القيطون. شاف القيطون. انت مرتك ولادك والسمره والثلج البرد ياك البرد. اجي بغيت نسولكم دابا الى مرض شي واحد فيكم اش غديروا؟ فين غتهزوه؟ كي غديروا؟ ها الخدمه حتى يموت بزاف. هذاك النقل ديال الاموات حتى كنلاقيو ياك مشكله. ما كتجيكمش هنا هليكوبتر والطبيب كينزل من السماء و... ياك شي مرا حامله وصلها الوقت كيجي يوديهم كنديهم حتى كنلاقيهم مع ياك الامبولانس في الطريق. هذوك الناس هذوك العيالات الحاملين ولا خاصكم ديهم تضربوا بهم هذا الشيء الطريق تنزلوا بهذاك ديال الميت حتى كنلاقيهم مع كتنزلوا في هذاك ديال عندي الفيديوهات ديالهم عندي كلشي ياك هذوك الناس كي... الله يصاوب. ظروف صعيبة يا أخي. السلام عليكم لالا. الله عليك السلام ورحمة الله. قول لي ساكنة أنت في كوري؟ إيه. كوري؟ الكوري. الكوري؟ إيه علاش دخلت والدة بالفتيح ودخلت للكوري على حساب البرد كاين ليا في القيدين. والكوري هجم عليك القمل؟ إيه فيه بزاف ما عنديش فين نخرج ضرب. حتى القيدون ما لقيتو مازال ندير الآخر هذاك هزو لينا ذاك البرد اللي داز هنا. القمل؟ انت والوليد صغيور وحياتكم كامله عايشه في الكوري؟ ان شاء الله. عايشه مع البهيم؟ والله العظيم زيد تشوف بعينيك. نمشي معك نشوف. قلتي لي كطلبي المحسنين؟ لاش يعطيوني شي بيت مسكن فيه انا وذاك الوليد. انت درك دابا الصبر درينا الصمر والفتيح مع القيطون ما قدرتيش عليه؟ ما قضيت عليه مريضه كاع ومشيت للسبيطار. فقادير ولا فين؟ لا في تارودانت. تارودانت يلا نشوفوا لاله. الله يحمل والديك شكرا. ودخيش من ذاك دابا ولدك عنده شهرين شداتو الضيقه فيه الحساسيه فيها. واش قالوا لك الاطباء ملي ديتي لهم؟ قالوا لي خرجي انت زعما من الكوري. قال لي راه الدري راه مرضتي ايوا داكشي اللي كان دوز على ديك الخلاف. دابا خصك شي بيت فين تستري انت وولدك. داك الوليد قهرك السمر؟ قهرني السمر لا وانا القيد من المجال صافي لها نصبر فيه تاع عند الله. هادي دارك كلشي تحيه ها هو. ما تقدريش تدخلي ليها دابا؟ عاد غير ندخل ليه حتى نجي ولا ندخل ليه. لا ولكن ما كتباتيش فيها ما تقدريش هاي لان غادي يطيح كل شيء. ندخل لا يلا راه طاح هي شتو كلشي تما طاح لي. دابا غير شي واحد اللي عطاك هاد البلاصه هادي عطاك بلاصه في الكوري. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يدخل الله يرحم الوالدين. هنا فاش كنت انايا هو البهيم هنا. دابا انت ساكنه هنا مع البهيم؟ هو هنا دخل هنا ساكنه بلاتي عافاك. هنا هنا كتطيبوا الهواء كي راه الهواء ما كاينش عرفتي فين ساكنه لالا؟ راه ما كاين راه مرضنا حتى حنايا اش بغيت ديروا؟ ها الريحه ديال ايه مرضى. شوف السيده فين ساكنه مسكينه. يلا ادخلها في الكوري مع البهايم والبهيم. البهيم كاين مورا الخنشه للور. لاباش كان البهيم وطلبتو قلت ليه راه مازال سمعتي ليهم؟ ايه الحمار وال والمعاز وكل شيء. انت عايشه هنايا في الكوري ديال البهيم؟ لا فاش
اش كاين هاد الوليد؟ هادشي اللي كاين. عايشه في الكوري. عايشه في الكوري ودخلت في الكوري على على ود البرد وعلى ود الوليد الصغير. وال القمل قهرك هنايا. نعم. القمل والبرغوت البرغوت. البرغوت فيه بزاف بزاف. دير لينا شي تاويض للقوبيل على ود هاد الوليد. امين اختي امين امين. والله الله يفك لك وحيلك. درت ليه الحليب. اه؟ الحليب اللي درت ليه تعطيهم ليا المحسنين ليك واحد المحسن. ما بغاش يرضع البزولة. لا هو مريضة ليا البزولة. داك تنزل زيت فيه بصفار. الله يصبر. ايوا داكشي اللي كاين اخويا. هنا حتى حنا بنتك ما كتقرا ما والو جالسه يعني اش المستقبل عندها شنو غدير؟ لا ما عندها اخويا شي مستقبل ما عندها. الناس دروك نيت شدو خدمتهم وخدام على راسهم ودروك تتشوف باها باها ما عندها غير الله ما ما عمر خدام كاع ما قرا تا هو هي عنده شي 10 تاع المعيزات وتبعهم صافي صافي هادشي باش عايشين. قلت فيهم الزنزله شيء وبقى ليه شيء. هذاك الشيء اللي كاين اخويا هادشي باش كتعيشوا صافي هادشي هي المعيشه ديالنا. واش كتعرفوا الريحه ديال الكوري كنشم ريحه البهيم عايشين مع البهيم. والله عايشين مع البهيم ومرضين مرضين وهاد الدري فيه فيه الحساسيه مسكين وحق ربي لا فيه الحساسيه. الله يشوف من حالك الله يشوف من حالك. امين يا رب اودي. وتنطلب المحسنين الى شفنا حالتنا ديالنا غير فهاد الدري هاد الصبي انايا تنطلب الله فغير هاد الصبي. ان شاء الله خير اختي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ارحم الوالدين يدينا والديك امين امين. وداكشي عرفتوا انا خارج دابا من الدوار دوار اسيس. هذه 6:30 ديال العشيه كاينه جوج ديال الدرجات جوج ديال الدرجات. هادشي راه مازال ما طاحتش الظلمه مازال ما جاش الليل كاينه جوج ديال الدرجات. وشفتوا المعاناه ديال الناس شفتوا النمط العيش ديالهم كي تخربق شفتوا كي هذا غير نموذج من جهه سوس ماسة وحتى الحوز. الناس تمحنوا ايه الزلزال ولكن احنا دوله ودوله بالمؤسسات ديالها دوله قاده على هذا الشيء لان حصلنا غير في هذه الفيلاجات الصغار. تصوروا معايا كون الزلزال الله يحفظ الله يحفظ ضرب مدينه بحال الدار البيضاء ولا مراكش ولا شي حاجه اللي فيها مدينه قديمه ولا هذا اش غادي يطرى لينا؟ ماشي غير غادي نحصلوا. وحنا اقتصاديا عندنا واحد الاقتصاد هش مزعطر علينا. على الاقل بحال هاد الناس هادو كان خصنا ما خصهمش. كتعرفوا السلطات المحليه داروا هادوك لي موبيل هوم عرفتوا الله يحفظ الهودة فين كاينه كيبان لكم الرافان كي داير والطريق على قد الطوموبيل. داروا دوك لي موبيل هوم حتى فنقول لتحت وقالوا لهم الا جا البرد ولا شنو نزلوا فين غادي ينزلوا الناس راه ما يمكنش ينزلوا فين غادي يخليوا البهايم ديالهم كيفاش غيديروا وليداتهم في القرايه غتقولوا لي استثناء ولكن راه هاد الناس كيعيشوا بشكل يومي من ديك الفلاحه المعيشيه ديالهم ودوك البهايم ديالهم اللي البهايم الاغلبيه ماتوا. الدوله كان خاص تخمم بحال هكا كيفاش غنعاودوا نبنيو هاد القرى بواحد الشكل هندسي كيف قال القصر الملكي اللي كيحترم الخصوصيات المنطقة ومضاد للزلازل وبمناطق آمنة. وهذا هو التحدي وبالزربة يعني ما خصناش نتعطلوا لأن احنا معطلين بزاف 5 شهور والناس عايشين في القياطون والبرد وما خايفينش من البرد. كيقول لك إلا طاح الثلج غينزل فوق منا دوك القياطن وإلا سخن الحال مشينا فيها. شوف كيفاش كيخمو الأغلبية ولاو كيهاجروا القرى وكيدخلوا للمدينه. هذا الشيء اللي كنا ولا اللي العالم كيتضارب عليه حنا طرا عندنا الهجره القرويه. الله يدير شي ثواب الخير. وكنتمنى كنتمنى من المسؤولين من وزاره الداخليه خصوصا ومن الوزارات الاخرين ياخذوا بعين الاعتبار وبواحد الشكل من الجديه والاحترافيه هذا الملف ديال ضحايا الزلزال. كاين السحاب والحمد لله هذا من خير الله العيون اللي نازلين بالماء تبارك الله.
بارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم. وانا دابا شاط الطريق، ولكن واخا هكاك غادي غندوز معكم شي لقطات الا كانوا زوينين في الهوده ولا في طريق الرجوع الى مدينه اكادير. بابا كي نزلات شوف على السحاب كي داير، على بابا كي دايره. راني في القمه ديال هاد الجبال هادو تيسي تاست، كتعرفوا انا في دوار شافرني كيحبسوا الطريق من هنا للجبال ديال تيزين تاست. دابا الناس اللي جايين ممنوع يدوزوا صافي، ما غادي يحلوها حتى الغدا في 8 الصباح حفاظا على السلامه المواطنين. كيقول لك في الليل كيقدر الحجر يطيح ولا شي حاجه، كيحبسوا الطريق كامل. ها انتم كتشوفوا راه بداو كيسدوا، انا ندوز وكيفاش نرجع ما يمكنش نرجع.